Ruda, اسكتوا يا جماعه. انه ما ينفعش يوم الجمعه يجي نص العدد يجي واحد مره ونص. فنستحق ان يولد من عاش لو انا ظروفي تاسعه. ده انا اجي الجمعه ما اريحش روحي. لما اجي الجمعه اريح نفسي واريح الاخرين. فاتمنى الناس اللي ما عندهاش حاجه يعني لا يمكن تفاديها تيجي الجمعة يجي عدد منكم يوم الجمعة عشان خاطر وبليف مي يعني كل ما عدد بيبقى قليل بيبقى بزاد أكتر. فأتمنى ده لا يحدث مرة أخرى. فبليز يوم الجمعة القادم المحاولة ما بقاش المنظر كده يا مرة أخرى. ونيد يعني إيكوال ديستريبيوشن. طيب الاسبريشن دي انتوا واحد عارفين هي نفسها تقريبا هو اللي حصل الحقيقه. الدكتور عفت قالت لي ان هم عملوا تغيرات طفيفه في الاسبريشن بس انا اخذت كتاب من احدكم وبحب ابقى زي الكتاب بالظبط بس اكثر نظام. بقى في شويه معلومات تم تغييرها بسيطه جدا وحاجات اتشالت عشان ما تتوش دماغي. يعني من ضمن الحاجات سي او 2 مثلا بيأثر على السنترال 80% والبريبرال 20% هم كان بينها 70% و30% مش فارقه طبعا مش معناها كده الصح دي غلط. فكده التاكل زي ما هم عاوزين ان هو على السنترال اقوى بس مش 80-70% والبريبرال 30%. واحده تانية حتى كتبها الزميله الفاضله بطريقتين ان الكونتاين سنترز الادنيوستيك للاسف النيموتاكسيك بينيبت ال ابنيوستيك بس والفيجاس ابنيوستيك ودورس اسباتيكو هي كبلة في مرة انه بينهيبت الاثنين. which is لما I review my books لقيت في بعض الجامعات كبها كده وبعضها كده. هي كبها مرة بينهيبت واحد زي العاب لا مرة في نفس الكتاب بينهيبت اثنين. فانا قلت لا خليها الاثنين عشان اي واحدة تيجي منهم تعتبرها ايه صح. فاختار بالاشمل فشوية حاجات بسيطة كده. مثلا في الفيجاس قلنا مشتغلش تلات احوال انفنت وانيمال والتالتة كانت صعبة شوية مع الهاير بولي. هي مش كباها خالص. دي وزي موجودة. قلت ريحكم. خلوها انفنت وانيمال بس. يعني في حاجات شلتها عشان اريحكم اكتر. فادل القسم. انما طبعا سيركوليشن فروم داي وانا نعملها بالظبط زي الكتاب. فبدينا كانت الدكتورة عفت قالت لي قبل ما اسافر السيركوليشن كتبت الكتاب معايا ووقفته بالظبط. انما السبيشال لما رجعت قالت لي ان هي الدكتوره زميلتها فاضله وقالت تغيرات فغيرت اكتر عشان القطاع اللي هينزل جديد هيبقى بالظبط زعلان. اه بس اول مره خدتوها مرتين. شيل الورق النظري ده حط بدل ده. هو حتى في ناس اول ما بصت فيها افتكر فيها نفس الورق. هو نفسه تقريبا معانا خد ست جمل. معاك بس عشان تبقى حتى اطمئن قلبي. مين معلم امتحان بقى؟ طيب جاوبوا وتعتقد. السؤال الاول بيس ميكر ريسبريشن لوكيتد ات ايه؟ دورسال سبات جروب. ايه لايك الفا. السؤال الثاني ميجا انهيبيشن اوف ريسبريشن او ريسبيريشن بيحصل عند الابيوستيك والدورسال سبات جروب صح. سي لايك كات. السؤال الثالث ريذميك ريجولار سلو بريزنج سي لايك كات. الرابع سنترال تيم ريسبتور سي لايك كات. ايه ده السؤال الامتحان كله سي. بريفرال تيم ريسبتور سي لايك كات. يبقى كل الاسئله ما عدا نمره واحد سي واحد ايه. واحد ايه والباقي كله سي. مين الاكثر؟ خمسه من خمسه. مين خد خمسه من خمسه؟ طيب ده في ناس شداد. خمسه من خمسه. مين خد اربعه من خمسه؟ ثلاثة من خمسة. اثنين من خمسة. مين بالأمانة لم يشارك الامتحان بالأمانة اللي هنحاسب عليها؟ ارفع ايدك. طيب أنا شايف معظم الناس ما رفعوش إيديهم والعدد اللي قالوا ما شاركناش قليل. يا جماعة الامتحان جزء أصيل من الحس. ومعلش عشان ما حدش يزعل مني لو لاحظت ان شخص انا لا تاخد صفر كل امتحانات ما بتفرقش معايا لانك بتحاول.
انما كل مره بتحاول ما تمتحنش في الاخر هقول لجمال اعتذر مفيش فاضل ده كله مش هقدر اعمله لانه في الاخر انا يهمني تجيبوا تقدير يعني مش من ده اصلا نهائي فلا يمكن هسمح لك حتى انك تاذي روحك فان لم تساهم معايا في الامتحان هعتذر لك عن الاستمرار ساهم خد صفر خد مره واحد مره اثنين لحد ما في الاخر هنعمل حاجه على العبد ان يسعى وليس عليه موضوع النجاح بس يسعى يسعى دي مهمه جدا انما لا يسعى دي هي الغلط ايوه لا بص ما فيش اسئله ده مش هلاقي النظري لا ده النظري لو عاوز اشوف لك الاجابه خليها حطها لي في الدور بتاعك مش هيحب ابقى علمت النظري علي الصوت طيب انا بس انتوا واقفين هل هتستحملوا الوقفه كلها تشوفوا ثلاث كراسي او هنا في كراسي كده لا ده كرسي يعني مخصص للصوت طيب لو سكتوا هتسمعوا كويس تعالى علي شويه يا سعد النهارده عندنا حصه لطيفه خالص اللي هو دي سي طبعا ستارت ويت انا اديتكم حتى الحصه اللي خدتوها في الترم الاولاني عشان يبقى الكلام ما يروح اللي عاوز يقرا ووزعتها على الجميع كنت انا شرحتها في الترم اللي فات في الكراش كورس انما الترم ده بيبتدي من الاي سي جي لو في تايم ايوه شكرا لو في تايم ممكن نبقى هنراجع الترم اللي فات بس هنشوف الاول في تايم ولا تاني بي اي سي جي وهي يعني حصه لطيفه جدا بقول رياضه الطب والفسيولوجي مش مواد عاوزه فين والفسيولوجي الرياضه بتاعته هو السيبريشن ورياضه السيبريشن يعني موضوع ما فيش فرصة لغير الفهم مفتعش الفهم وموضوع مهم جدا انك كطبيب حسنا حاجة اكتنيكية انك انت تعرف ريكتو كارب ده بيعملوا ازاي شخصوا ايه سؤال في سيتد نسكت خالص عشان الناس تسمع البي سي جي يعني الكترو كارديوجرام اللي هو ريكورد هو تسجيل الكهرباء عباره عن حاجتين ايكواليزيشن اند ريكورديشن او كارديو مايوسايتس مايوسايتس يعني ماسل فايبر وهو ماي يعني عضله سايت يعني خليه كهربة الماسل فايبر بتاعت الهارد طيب في النيرف كنا بنحرص اول سؤال مهم قوي الشكل بنحط الكترود جوه الكترود بره عشان احنا عايزين نسجل عن نقطه مونوفيزيك اكشن بوتنشال الشيء اللي مش هنقدر نعمله في الارض ازاي ندخل الكترود جوه خرج لك صدرك عشان يبقى الكترود جوه يبقى غصب عندنا تو الكترودز على السكين بره يبقى عليه اول سؤال هو يمثل باي فيزيك اكشن بوتنشال تبني عليها شفه وام اس كيو باي فيت مش مونو فيت التو الكترودز على الجلد والكهرباء هتوصل الجلد ازاي عن طريق البادي فيودز الميه موصل جيد للكهرباء حتى طالبه كانت بتسالني امبارح هل هي فعلا موصل جيد كده طبعا كهربائي اكتر حاجه يحرص عليها ميجي بيتك انك ما توقفوش على حاجه مبلوله جن لو حس الارض مجنونه لان الميه مواص هيصعب 70% من جسمنا ميه فبيوصل الكهرباء بس باي فيزيك ولا مونو فيزيك اول سؤال باي فيزيك جهاز الاي سي جي عباره عن سنسيف جالفانوميتر بيقيس كهرباء القلب مش بيدي القلب كهرباء مش عارف فاكر في كلينيكال لما كنت احط الجهاز على العيان يخاف لما الاقي اسلاك اقول له اسمع بهزار دي مش بطاريه الجهاز مش هي كهرباء انت اللي هتكهرب الجهاز يعني الجهاز اللي يخاف منك مش انت اللي خاف منك خايف ليه انت كهربتك
هيسجلها لك البرومتر، مش هو اللي هيكهرباء، انت اللي هتكهرباء. كان اول ما انت تركب اسلاك شايف جهاز يفتكر انك هتديله صدمه كهربائيه ولا حاجه. ريكولينج في مونيتورينج ماشين في الاي سي يو اللي هي العنايه المركزه انتنسيف كير يونت. في لغتنا العربيه مونيتور يعني مرقب، هو بيراقب اللي هي بتشوف شاشه التلفزيون الصغيره دي فوق العيان في الرعايه المركزه، ما بيطلعش ورقه ولا حاجه، تتفرج على صوره الاس جي تراقبه لكن ما تسجلوش، مفيش ورق. انما في العياده بنستخدم ريكوردنج ابريتس، عايزين ورقه ريكورد نسجل. اللي ما كتبوش الزميل بس احبكم تعرفوه انه لان الكهرباء ضعيفه جدا بتاعت القلب، فما عندناش اللكجري بتاع ان يبقى في بين في قلم يرسم على الورق اللي فيه احتكاك، مش هتتحرك الريشه بتاع الجهاز. فالراجل ذكي جدا عمل فكره جميله ما عرفوش بس حبوا تعرفوها، ان ورقه الاي سي جي دي لونها اسود اساسا وطبع عليها مربعات بشمع ابيض، يعني الطباعه دي شمع خفيف قوي، والابره هيت ستايلس يعني سخنه، فما تسيح الشمع الابيض يبان تحتها اللون ايه؟ الاسود. فانت تهلك انها بتكتب، هي ما بتكتبش، هي بتسيح الشمع اللي فوقيه، هي نفس الفكره، فيبان اللون الاسود. انما تبقى فاهم فكرتها ان عشان ما يحصلش احتكاك يبقى الملامسه طفيفه جدا، الورقه سودا مطبوع عليها مربعات بالشمع الابيض والابره سخنه تسيح الشمع يبان الرسم. فكره حلوه. ليه بنسجل على كاليبريتد على ورق مربعات؟ عشان نعرف المده والشده بتاع كل موجه. فالورقه متقسمه الى مربعات كبيره، كل مربع كبير اللي على ايدك الشمال مقسوم بالعرض الخمسه صغيرين وبالطول لخمسه صغيرين. بالرسمه انت معايا في الرسم دلوقتي. اهم حاجه الدياجرام هو ده حصاد السنين. هو ده اللي في ده في البيت ده عدد مذكره ومذكره معاك الرسم. فانا المربع الصغير اللي هو منقطه ده طلعته بره. كل الاجهزه في العالم مظبوطه بحيث تطلع 25 مربع صغير في الثانيه. طب الثانيه 1000 ملي سكند. يبقى الموجه اللي تاخد مربع صغير، مربع صغير مدته ايه بقى؟ 1000 على 25، مش هم 25 في الثانيه؟ يبقى الواحد ينوبه قد ايه؟ 1000 على 25 يبقى 40 ملي سكند. يبقى الموجه اللي تاخد مربع صغير 40 ملي سكند، مربعين 80 ملي سكند وهكذا. الرقم ده تسال فيه بس تبقى عارف زمن المربع الصغير كام؟ 40 ملي سكند، اوعى تنساه. بقولها بطريقه طريفه عشان تفتكرها. يخلق بالشبه 40 وعلي بابا علي بابا ومين؟ 40 حوالي، اوعى تنسى بقى كده. يبقى المربع الصغير ده كام؟ 40 ملي سكند. فانت عدد مهم جدا، المرة هنعرف ازاي المدى. دي بوزيشن خد قد ايه؟ دي بوزيشن، اصل لو دي بوزيشن خد مدة طويلة يبقى البند البايظة، مش البند اللي بتمشي. ده ازاي بنشخص البند البرانش بلوك؟ ان الكهرباء بتاع البند بتاخد وقت طويل، بنعرفها بمربعات. ده مهم جدا. اما بالطول اللي ياخد مربع صغير يبقى قوته 1/10 من ملي فولت. 10 مربعات صغيرة، أي مربعين كبار، مربع الخمس يبقى قوتها 1 ملي فولت. يبقى المربع صغير بكام؟ 1/10، 1/10 من الملي فولت. العددين دول تحفظهم صم، هتسأل فيهم في الام اس كيو. لأن ده ازاي بنحدد القوة والمدة. طيب النقطة اللي بعدها، كل ده قراءة يعني مفيش سؤال نظري. فيكتور، حقيقة الأمر يا شباب إن إحنا لا نسجل الأكشن بوتنشلز، ده شكل القلب حقيقي زي البوت كده زي كده. الكهرباء بادئة هنا من اس انود، في أكشن بوتنشال كده وأكشن بوتنشال يمين وأكشن بوتنشال شمال وهكذا. إحنا بنسجل محصلة الأكشن بوتنشال. حقيقة الأمر محصلته اللي سميناها فيكتور، يبقى فيكتور هو الصمت، الصمت المحصلة بتاع الأكشن اللي أنا أتصور في الرسم اللي أنا راسمها ده، يبقى ده الاتجاه العام للكهرباء في الإنتر أهو.
شكل بيه. فيكتور ده سهل، طوله بنرسمه متناسبا مع شدة الكهرباء واتجاهه مع اتجاه الكهرباء. الديبولازيشن بتاع الاتريا بيعمل فيكتور واحد في الرسمه اللي تحت شمال، دول السهم المنقط اتجاهه ايه تبقى حافظه صم، فالمتوقع مش الاس يلوت فوق ويمين، يبقى الاتجاه يا عم الكهرباء تو ذا ليفت اند داون، الكهرباء ماشيه كده مش عاوز احفظ الاتجاه العام الاس نود هنا، يبقى الكهرباء ماشيه تو ذا ليفت اند داون، ده الفيكتور الوحيد بتاع الاتريا. الفنتج الكهرباء بتمشي ده مسارات، الاول بتمشي فروم رايت تو ليفت، والزميل مش شارحها ليه، انما انا هقولها لك. لان الاي بي باندل او الباندل هيب بتنقسم لتو باندلز اللي بيغذوا التو فنتجز، في سيبل برانش، في برانش من هنا بيمشي الكهرباء في السبتم من الرايت للليفت اللي هو فيكتور واحد، يعني ده اكشوالي الكهرباء غصب عنها وهي دخلت في الباندلز، ففي برانش خدها عبر السبتم كده، يبقى واحد ده بيمثل كهرباء السبتم وماشي منين لفين؟ من الرايت للليفت، اللي هي ده واحد. بعد كده الاتجاه العام التو باندلز في الفنتكل الناس ده عادي زي الاتريا تو ذا ليفت اند داونز، بعد كده الكهرباء بتطلع تو ذا ليفت اند ابورز. افهم ليه كلام بسيط خالص خالص، في ابسط تخيل الهارت انه هرم مقلوب صح، الايبكس تحت والبيس فوق، فالاول الكهرباء بتنزل للايبكس وبعدين بتطلع للبيس فوق ناحيه الليفت، فالفيكتور الثالث يعني نزلت تو ذا ليفت وبعدين طلعت تو ذا ليفت، لانها الاول فروم بيس تو ايبكس وبعدين فروم ايبكس تو بيس، وقبلها في سبتم اللي هو فروم رايت تو ليفت، ده استحفظ الاتجاهات بتاعه الكهرباء اللي هي بتدي كيو ار اس حد الفنتكل، تلاقي ثلاث موجات كيو ار اس، ليه ثلاثه؟ لان في كام فيكتور؟ ثلاثه، بينما في الاتريا بنلاقي ويف واحده لانه في فيكتور واحد. اكتب الصفحه من فضلك. روح لك من الريترس مطلوب هو قال لك ريترس مطلوب الالكترون لسه هنقول هو انا هقول لك ليه كل حاجه اقولها لاش خالص مع العقل ده، بس بص روم ويز نوت بيس ان وان داي، يعني يمكن بناء روما في يوم واحد، مش هقدر كل معلومات من اول بس انت تحكم على كم معلومات في نهايه الحصه، زي ما بقول لك ثق انك هتطلع مش بس فاهم وحافظ كويس قوي الموضوع، بس مش من اول دقيقه، في اول موضوع تلاقي حاجات غريبه، بس في الاخر هجمعهم، بس انت ابدا تجميع، انا ما بقولش الاشياء، بس في الاول اقولهم وتفهمهم حته حته، انا كتير صعبين، طب ازاي دول عندي طريق، كل حاجه باذن الله عندي ليها طريق، بس في الاخر تكون نقول وبعدين نجمع، لما نجمع من الاول في كلام كده ما تقلقش، اما في اخر حصه يعني تلاقي دي حاجه يعني شغلات، تعالى اسالني مش هتلاقي باذن الله. في اربع قواعد تحكم ريكوب، ده اقرا مفيش سؤال ايه القواعد دي بتاعته، وهي منطقيه جدا، ديفينتلي قوه الكهرباء متناسبه مع حجم التيشو الماس اوف تيشو، عشان كده متوقع ان الفنتريكل كهربته اقوى من الاتريا، الفنتريكل اكبر من منطقيه. طب المدة بديهية مش منطقية، بس لما تمشي بسرعة تقطع المشوار في زمن، انتوا اللي قلتوها انا ما كملتش، يبقى بديهية، يبقى لو مشينا بسرعة الزمن يبقى أقل، ده بيفسر لنا ازاي كهربة الفنتريكل الفنتريكل الكبير بتاخد أقل من الإتريا الصغير، الفنتريكل أقل من 8% من السكن والإتريا أكتر، الإترا الصغير أكتر بياخد وقت أكتر، 8% أكتر 8% من السكن. لأن في الفنتكل ماشيين على البركنجي فايبرز السريعة فبناخد وقت. فهمت؟ عشان وإحنا بنتفرج على الإي سي جي ما تتساءلش إزاي الفنتكل الكبير الويف بتاعته واخدة مدة قليلة؟ إنك ماشي بسرعة على البركنجي، إنك الإترا ماشي على نورمال فايبرز. أصعب واحدة بقى اللي عاوز تاخدوا بالكم منها اللي هي البولاريتي.
يعني هل الويف هتترسم لفوق ولا لتحت؟ قاعدة لذيذة جدا وسهلة جدا. دلوقتي احنا قلنا الاي سي جي ده ما هو الا جلبانومتر حساس. وخدنا في ثانوي اسف في اعدادي اي جلبانومتر عنده الكترود بوزيتيف والكترود نيجاتيف. لو الويف اوف ديبولايزيشن راحت ناحية البوزيتيف الكترود الويف هتترسم لفوق ابورد يعني بوزيتيف. حلوة. يبقى اما الديب روح للبوزيتيف تترسم بوزيتيف. العكس في حاله الري بولايزيشن طبعا التشارجز مختلفه لو راحت للبوزيتيف تترسم نيجاتيف. الطالب الذكي يركز في واحده ومفهوم من غير ما العبد الله يقولها الثانيه العكس. يعني انت مش تحفظ الاثنين الذكي يحفظ واحده ويحفظ الاسهل اذكى. في حاله الدي بولايزيشن لما نروح للبوزيتيف تترسم بوزيتيف ونروح للنيجاتيف الدي تترسم نيجاتيف. الريح كسر يبقى دي اللي ماشيه حلو بوزيتيف بوزيتيف ونيجاتيف نيجاتيف. ده البولاريتي. حقيقه الرابعه بقى دي مش كاتبها زميل انها مهمه جدا. ليه نفس الكهرباء بتطلع في بعض التسجيلات قويه وفي بعض التاني ضعيفه؟ هي نفس الكهرباء بنفس القوه نفس النسيج. لان انا حقيقه الامر بنقيس الفيكتور. لان انا مش هقعد اجري بالتو الكترودز ورا الاربعه فيكتور. انا بثبت الالكترودز واكشلي انا بس يعني بسجل اللي بيوصلني من الفيكتور. حاجه كنا بنتعلمها في ثانوي تحليل القوه. هو مش تحليل قوه حاجه صعبه حاجه تافهه. عاوز احلل القوه دي في هذا الاتجاه علموها لنا تافهه. نص قطع عمودين دروب تو بيربنديكولار يبقى هي دي المركبه بتاعت القوه دي عند هذا الاتجاه. صح؟ فاحنا حاطين التو الكترونز كده والكهرباء ماشيه كده، اللي ما بيوصلناش الفيكتور بيوصلنا المحصله بتاعته. وعلى اي قاعده بسيطه خالص. تعالى قوه اهي هنا الليد موازيه ليها يطلع لما تيجي تسجلها زي الفل. دي هي دي. لكن لو هتسجلها في اتجاه متعامد عليها اسقط عمودين تبقى زيرو. يبقى القاعده جميله. كل ما الفيكتور كان موازي للتو الكترودز تسجيلي بقى رائع. متعامد على التو الكترودز ما تسجلش حاجه خالص. يبقى دي نفس القوه اهي هنا اتسجلت زي الفل عشان موازيه وهنا اتسجلت هبان ما تسجلتش حاجه لانها متعامد. وللمستمع ان يتخيل ما بينهما. كلما اقتربنا من التوازي زاد التسجيل. اقتربنا من التعامد قل التسجيل. ان احنا ما بنسجلش الفيكتور نفسه بالبلد اللي بيوصل للفيكتور للتو الكترونز. فلو موازي القوه هتوصل كامله. لو متعامده وتسقط عمودين هتبقى زين. فدايس يقول لك ليه بعض الوريكس ما بتتسجلش؟ هي موجوده بتسجل في ايده ما تتسجلش في الثانيه. هنا كانت موازيه هنا كانت متعامده. انا مصر على نمره اربعه دي وانها مش اتكاب عشان بتفهمك اكتر. تيجي بقى الليد نظري مهم وسهل. خرجنا وقلنا مقدمات وانبسطنا. دلوقتي بقى كلام مهم. في سؤالين في الاي سي جي ما يجيش غيرهم. يا الليد يا النورمال اي سي جي. خلينا اتفقنا ما فيش غيرهم الاثنين دول في النظر. ده ما هو الليد؟ اي جلبانومتر عنده كام الكترود؟ ايه ممكن احطهم كده يبقى ده ليد. احطهم كده يبقى ده ليد تاني. كده يبقى ده ليد تاني. يبقى الليد هو البوزيشن اوف ذا تو الكترودز. وضع الالكترودز. وما كتبش الزميل بس عبد الله كتب والرسمه الناتجه من هذا البوزيشن. يعني انا بحط الالكترود على الايد اليمين والالكترود على الايد الشمال في اسلاك ده سموه ليد 1 واسجل بيطلع رسمه هيكتب تحتيها ايه الدكتور؟ دي رسمه بتاعت ايه؟ بتاعت ليد 1. يبقى اذا ليد 1 تطلق على حاجتين على البوزيشن وعلى الرسمه الناتجه من هذا البوزيشن. حاجتين مش حاجه واحده زي ما هو كان. مش بس البوزيشن وما ينتج من هذا البوزيشن. مش بيبقى الراجل كاتب تحت كل رسمه ولا هيسيبهم كده سداح مداح. لازم يكتب لك دي بتاعت ليد 1 دي بتاعت ليد 2 دي بتاعت ليد 3 وهكذا. يبقى
اذا كلمه كي تطلق على شيئين البوزيشن وال الرسمه اللي صار ريكوردنج بتاع البوزيشن. طيب للتسهيل احنا اي جلبانوميتر كلام خدناه في اعدادي مش في ثانوي بيقيس الكهرباء بين نقطتين ولا ثلاثه ولا اربعه نقطتين ينفع واحده الكترون واحد ينفع ثلاثه لازم بين نقطتين بس احنا عشان نسهل قلنا نعمل كل التوصيلات يعني الجهاز طالع منه 10 اسلاك بس مش عاوز عضل هو بيقيس بوقت واحد ما بين 10 انت هتوصل 10 وفي عجله في الجهاز تقول له اديني ليد 1 يبقى هيديك بين السلك بتاع الايد اليمين والسلك بتاع الايد الشمال هم 10 اسلاك هينقي ايه؟ سلكين بس عشان بسرعه نرمي ال 10 اسلاك على العيان وبالعجله اديني ليد 1 اديني ليد 2 كل مره اما بتحرك العجله جهاز غالي كجلبانومتر بيقيس كام نقطه بين كام نقطه؟ ينفع واحده؟ ينفع ثلاثه؟ الحمد لله هم 10 اسلاك اول اربعه بترميهم على الفور لينز اثنين على الارمز واثنين على اللور لين دول اول اربعه مين البشاور على الموبايل اكشولي احنا عندنا الرايت ليج الرجل اليمين بتبقى فور ايرتي يعني ما بنقيس بيها خالص لان بره الاجهزه المحترمه والغير محترمه عندهم حاجه اسمها جراوند ايرت ارضي يبقى اي جهاز من بره تلاقي الفيشه فيها ثلاثه سالب وموجب وارضي احنا عندنا الكهربائي اخلع يا عم ايه العبط ده ده اللي بيحافظ على الاجهزه ويخلي القياس حلو ان يبقى فيه ايرت ففي جهاز حساس زي ده لازم ايرت فمين الرجل اللي هي ما بتقس ابدا معاها هي واخدينها كارضي الرايت ليج سهله حتى السلك بتاعها اسود لان اتفق عشان ما نقعدش نقرا انهي بتاعت الرايت وانهي بتاعت الليفت ارم وانهي بتاعت الليفت ليج اتفقت كل الشركات دي معلومات للواجهه الاجتماعيه انها توحد الوان ال 10 اسلاك بحيث على طول السلك الاسود ده من غير ما اقرا عليه ده بتاع الرايت ليج احطه على الرايت ليج سلك الاحمر ده بتاع الرايت ارم حتى عشان الرايت ارم ريد والارض اسود وفي اصفر واحد ما عليكش الالوان بس عشان تبقى فاهم ليه الاولانها مش بيفرقوا الاولاد لا مش الوان عشان تبقى اسهل ما نقعدش نقرا بقى خلاص بالتكرار حفظت كل واحد من لونه تحطه فين من غير ما تقرا هو بتاع ايه ست اسلاك نحطها على تشيست في مواضع معينه هنحفظها صم مع بعض سموهم تشيست ليدز يبقى اربعه على الفور ارمز وسته على الهارت نفسه على التشيست ما كتبش الزميل وزعلت قوي ازاي هنشرح من غير ما نكتب الكلمتين دول تنقسم الليدز بطريقتين لو انت بتقيس بين اسلاك الليمب نسميه ليمب ليد بين اسلاك التشيست تسميه جسمي بحسب السايت اني سلك انت واخد القرار بتاعك اللي على الليم يبقى تسميه ليم بلي اللي على الجسم يبقى جسم طب دي قلت مفهومه من الكلام يمكن ما كتبهاش مفهومه الثانيه لو كتبها مفهوم حسب التايب اوف الكترودز يبقى النوعان احنا قلنا هو القياس باي فيزيك ولا مونو فيزيك؟ بس احنا بنحب تقيس عند نقطة واحدة في النار. ففي الهارت تحايلنا على الطريقة دي مع إن في نقطتين. في تسع قياسات من ال 12 قياس اللي هناخدهم بنخلي نقطة فيهم صفر. فلو النقطة دي عندها الجهد 90 ودي صفر يبقى فرق الجهد اللي بيقيسه الإلكترون كام؟ طب دي 50 ودي صفر يبقى الفرق كام؟ يبقى كأنك أكشن بتقيس عند لأن التانية مقدارها صفر. شوف الذكاء بتاع الإنسان. فتسعة من ال 12 قياس في الكترود واحد اكسبلورنج عنده كهرباء والتاني ان ديفرنت صفر فانت بتقيس من اثنين لان لازم تقيس من اثنين بس حقيقه الامر انت بتقيس واحد ثلاث قياسات ده عنده كهرباء وده عنده كهرباء في تو اكسبلورنج فيسموه باي بولر يبقى لو الاثنين عندهم كهرباء يبقى الفرق بيتحدى باثنين مش بواحد دي 90 ودي 30 يبقى الفرق 60 يبقى يسموها باي بولر لان الاثنين عندهم كهرباء الفرق بيتحدد بيهم
لكن في 9 منهم خلينا الكهرباء صفر والتاني عندها كهرباء، يبقى حقيقة أمر أنت بتقيس عن واحدة بس، يبقى يونيبولر 9 يونيبولر. فهمتوا ليه 9 و 3 مش 6 و 6؟ إن إحنا كان نفسنا من الأول تبقى مونو فيزيك بس ما قدرناش نحط الإلكترون جوه قلبك، إزاي؟ تعال نفكر. ما كتبش هو الكلام ده الزميل فقط، بس بعد كده كاتب يونيبولر بقى. طب إيه يعني إيه الكلام ده؟ مش تفهمنا ليه يوني وليه باي؟ اللي بنى مصر كان في الاصل على واحد مش كده؟ اللي عمل الاي سي جي كان في الاصل مهندس وانتوب مش طبيب، اللي بيعمل لنا الاجهزه مهندسين. فاكر فتحنا قسم هندسه طبيه، الاول رئيس قسم ليه هو رحمه الله استاذي دكتور عبد الرحمن اللي اديته ولاده محمد وجد. وفاكر اول ما فتحه قال لي الناس تيجي معايا، فدخلت هندسه وتحب الحاجات تيجي معايا. وبعد كده لما توفاه الله مسكت رئاسه القسم لفتره هناك طويله. فاللي عمل اي سي جي راجل مهندس، الناس تبقى فاهم دي. وعليه بيفكر معايا. فالراجل عنده سنسر جلدرومتر، فبيحط الالكترودز كده ولا كده ولا كده في حيره. فقعد يتامل في صوره الانسان، فلاحظ ملحوظة جميلة جدا. لاحظ ان الهارت بيبعد ابعاد متساوية من 3 نقاط. مركز القلب سنتر بتاع الهارت بيبعد ابعاد متساوية من 3 نقاط. السيرفيس بيورس اللي هو الارتقاء العاني اللي هو هنا ده، والرايت شولدر والليفت شولدر اهو، وسمى ده انتوبنس تراينجل اللي مرسوم قصاده في صفحة 5. مركز القلب يبعد ابعاد متساويه عن كام نقطه؟ 3، رايت ارم ليفت ارم وسيرفيس بيورس. قال بس بدل ما نبتدي باي نقط عشوائيه، انا بحب احكي القصه زي ما عملت معاكم والناس اللي حضروا معايا الكواجيليشن ازاي فهمتها لهم وحفظتها لهم، ان انا حكيت القصه. انما انا 12 11 بقت 7 بقت 6 بقت ايه ايه مفيش كلام. اعرف هم التسميه جابوها ازاي، مشوا ازاي في القصه. نفس الحكايه، حتى الناس فاهمه زي ما قلت لك. فقال الثلاث نقط دول ليهم شكل، تبتدي بيهم ليهم شكل. ايه الشكل اللي ليهم؟ انهم مثلث مركز القلب بيبعد عن نقاطه الثلاثه ابعاد ايه؟ سبعه. فانا لو حطيت لو طلبت من الجهاز يديني فرق جهد بين الار والال هسمي ده ليد 1. الار السيرفيس بيورز يبقى ليد 2. التالتة يبقى ليد 3. ثلاث اضلاع المثلث يبقى 1 2 3. جه صاحبه توبن قال له توبن، انت صحيح عايز تحط الالكترود على الرايت شولدر الليفت شولدر والسيرفيس بيورز زي ما هي مرسومه؟ قال له اه. بس لازم العيان يبقى ظلط بلط يقلق. طب ما تيجي بدل ما نحط الالكترون على الرايت شولدر نحطه على الرايت ارم، وبرغم ما يحطوه على الشولدر بلاحظ اللي بيعملوا ايه يحطوه على الرايت ارم هنا على المعصم بتاع الرايت ارم والمعصم بتاع الليفت ارم، وباي كاستم الالكترون الثالث يحطوه على الليفت ليج، لان احنا قلنا الرايت ليج دي السيرك بتاع الاسود اللي هو ايه؟ قال له توبل قال ده فكره حقيقيه. طب ده ما غيرش القياس؟ لا، بطالب ذكي. ليه؟ لانه يمكن اعتبار الليم بالطرف ده بقيه السلك بتاعت الجلفرومتر، مش الجلفرومتر ده عنده سلك؟ اعتبر الارض ده بقيه السلك. يعني لو انت حاطط على المعصم اليمين ادي السلك اهو، ادي السلك، اعتبره جايب من الرايت شولدر، اعتبر الليم ده كوندكتي بقيه السلك. فانت حاطط على الرايت ارم كانك حاطط على الرايت شولدر، وانت حاطط على الليفت ارم كانك حاطط على الليفت شولدر. واسهل لعل يقرا ولا حاجه، ركب له واحده هنا واحده هنا والثالثه على الليفت ليج، والرايت ليج مركبين عليها السلك الاسود بس ده ما فيهوش كهرباء. ده ايه؟ كيف؟ ده جميله. وبدا العالم باول 3 ليتس اللي هم دول فسموهم ستاندرد ام بي، دول اول 3 عملوهم في الدنيا. ما بين الرايت ارم والليفت ارم ده ليد 1. يعني لما العجله بتاعت الجهاز تحطها على نقطه ليد 1 يبقى هي بتجيب لك الفرق بين الرايت ارم والليفت ارم. تحطها على ليد 2 رايت ارم وليفت ليج
ليد 3 ليفت ارم وليفت ليج. هنا هنسميهم ليد ولا تشيست ليد؟ ليد ليد. هنا ده عنده كهرباء وده عنده كهرباء، يبقى باي بولر ليد بليد، ستاندرد ليد بليد او باي بولر ليد بليد. طيب سأل انت حافظهم ازاي؟ مين ليد 1 مين ليد 2 مين ليد 3؟ الحقيقه انا فكرت فيه وعدت له الفكره. راجل اسمه تشارلز ديكنز اللي هو المؤلف الانجليزي اللي هتكتب عنه. لو حكيت تانية يعني. تانية كنت بكلمه. هو قال ان كل الدواب ماشيه انسى الاكسجين، انسى ده احنا كده بنبسها. سي جي اي ودي ايه. قال ان الجواب ماشي على اربع اطراف. الانسان الاول كنت بحكي لهم كان بيمشي على اربع اطراف، ظنا منهم ان هو ما عندوش ريفلكس معين، هنحكيه السنه الجايه هحكيه لهم بقى، لكن داخله بتاع الحس اللي هو سبريتش ريفلكس اللي يمكنه انه يبقى على فيري نارو بيت على رجلين بس وما يقعش مهما جري ونطه كله على حاجه لاقيه كده وما يقعش. فاختزل الطرفين يوم الايدين، سماهم تشارلز ديكنز الاورجنز والمانيبيوليشن، صنع بيهم الحضاره. تامل خاص دي، قال لو كنا زي الدواب بنمشي على اربعه هنعمل حضاره زي الاربعه زي بعض، رجلين بنمشي زي البهايم دي. لكن دول الاورجنز اوف مانيبيوليشن، دول اللي صنعوا الحضاره. من هنا نخلص الايدين اهم ولا الرجلين؟ عشان كده الايد اليمين مع الايد الشمال ليد وان وان بين الايدين، عبط مش عاوز. طب هاخد ايد مع رجل الشمال، انهي ايد اهم الشمال ولا اليمين؟ اليمين، تبقى ده ليد ليد 2 الرايت ار مع الليفت ليج. ده حتى الواحد لما يشكي على واحد يقول له انت دراعي اليمين حتى لو اشول، ما قالوش انت دراعي الشمال. ما فاضلش غير الشمال والشمال، يبقى ليد 3 بس. فهمت؟ عمرك ما هتلخبط. الايدين دي اهم حاجه، دي ليد 1. الايد اليمين الاول، اليمين الاول مع رجل الشمال ليد 2، الشمال مع الشمال ليد 3. امال الرجل اليمين وضعها ايه؟ ايه؟ الناس فاهمه. اقلب صفحتها الفضيه. تشارلز ديك اورجان مانيبيوليشن، صنعة الحضارة الايدين. في لغة الاي سي جي لازم تعرفها، الرايت ار يطلق عليها ار، والليفت ارم ال والليفت كود اف بس. ما بنقولش ال اف، هي اف بس، ان احنا ما بنستخدمش رايت ليج. كود يعني ليفت ليج، الرايت دي ال. فلما اقول لك في الشفوي ليد 1 ما بين ايه وايه؟ قول لي ار وال. ليد 2 ار ايد يمين واف. ليد 3 ال واف. دي النقطة الثانية الأهم. طب هنا ده باي بولر، فين اكسبلوري؟ مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ العالم المفكر. احنا عاوزين الرسومات تطلع ليه؟ فوق، محدش عاوز رسمة مقلوبة. واحنا عارفين القاعدة بتقول لما الديبولاريزيشن يروح للبوزيتيف الكترون يطلع بوزيتيف. طب ما احنا عارفين الاتجاه العام للكهرباء في القلب. داونورد اند تو ذا ليفت. يبقى لما يبقى الاختيار بين رايت وليفت نخلي الليفت الليفت هو البوزيتيف، لان الكهرباء رايحة داونورد مش اند تو ذا ايه؟ راح الليفت، يبقى خلي ليفت بوست. فبما الاختيار من فوق وتحت زي في 3 ليفت وليفت، الكهرباء نصية رايحة تو ذا ليفت اند داونرز، يبقى نخلي الداونرز هو. ده سؤال داخل السؤال، هيسألك في الباي بولر مين بليد؟ مين بوست ومين نيجاتيف؟ انت فاهم الكهرباء رايحة تو ذا ليفت اند، وانت عاوز تستقبلها على بوست عشان الرسمة تطلع بوست اللي فوق مش مقلوب. فلما تختار بين ار وال يبقى ال هو البوست. 2 ال بقى تختار اللي تحت هي البوست. ليفت ليج معلش ليفت ار، ما هي رايحه تو ليفت اند ملعوبه بنفكر مش بنحكي. وقعد العالم سنين طويله يعمل الباي بولر ليج بليدز، بس هو نفسه يقيس عند نقطه اللي هو اليوني بولر، يبقى نفسه نقطه منهم يبقى الكهرباء عندها ايه؟ صفر. بولر التوبن في النقطه دي اللي الكهرباء عندها صفر. انهي نقطه في جسمك الكهرباء عندها صفر؟ مفيش ولا نقطة. النقطة دي انفنت توب المهندس اخترعها، حط قانون في كلية هندسة ملوش دعوة بالطب.
اللي هو مش كاتبه زميل خالص اسمه توبنز لو. توبنز لو قال لو في مصدر كهربائي اللي هو في حالتنا الهار يبعد ابعاد متساويه من ثلاث نقاط اللي هو في حالتنا التوبنز تراينجل الار والال والاف. وصلت الثلاث نقط دول بنقطه لازم الكهرباء دي تبقى عندها صفر. اي ثلاث نقط يبعدوا عن مصدر كهربائي اللي هو القلب بس ما كنت شويه بنوصله تبقى صفر. اساسا زميل ما كتبش اللوب ومعظم الزملاء ما يعرفوش الاثبات. هنقوله للواجهه بس عشان تتاكد ان القانون الهندسي ده مظبوط اللي هو هتحط عليه التسع قياسات اللي هم يونيفورم وهياخد دقيقه لو انت فتحت دقيقه الاثبات. دلوقتي هسمي ده سلك واحد وده اثنين وده ثلاثه. يبقى دلوقتي السلك الار والال بقيس فرق البعد بين واحد واثنين يبقى ار ناقص ال ده فرق الجهد. طب والسلك الثاني والثالث بقيس ال ناقص اف. طب الثالث والاول بس ماشي باتجاه الساعه يبقى ال ناقص الار صح. طب انت الثلاث توصيلات دول كلهم في النهايه متصلين في ايه؟ مجمعهم في نقطه. يبقى اجمع الثلاث توصيلات اجمع بلس فك الاقواس دخلني فكيت ناقص ال مع زائد ال ار مع ناقص ار ناقص اف مع ناقص اف هنا اسف احنا هنا دي ال ناقص اف اسف مع اف يبقى النتيجه تبقى زيرو. ال ناقص ار ناقص ال ناقص اف اف ناقص هو كل سلكين بيجيبوا فرق البعد بين نقطتين سلكين وسلكين وسلكين جمعتهم في نقطه يبقى اجمع الثلاثه تطلع النتيجه صفر. يعني هعملها لك تاني هنا اسف لان انا بس كتبتها غلط انت لخبطت حد كده يعني كنت بقول حاجه وبكتب حاجه تاني. تاني سلك واحد واثنين بيجيب فرق البعد من ايه وايه؟ ار ناقص ال. طب السلك اثنين وثلاثة يبقى ال ناقص اف ثلاثة وواحد لازم تمشي في نفس الاتجاه تبقى ار اف ناقص ار. دول الثلاث توصيلات انت مجمع الثلاثة في نقطة يبقى في بلس مجمعهم فك الاقواس يبقى ار مع ناقص ار اف مع ناقص اف وال مع ناقص ال يبقى توبنز لو. قانون هندسي ما حدش مش هيسالوكوا فيه مش عشان ما بتسالش لسبب تاني. حدش هيسالكوا ليه النقطه دي صفر؟ مالهمش دعوه هم بالقوانين الهندسيه. هي كده هي كده ربنا خلقها كده. لما تجمع الار والال تبقى صفر اعرفها كده. اثبات ياخد دقيقه. ار ناقص ال ال ناقص اف اف ناقص ار افتح الاقواس هتلاقي بلس وماينس بلس وماينس كلهم يبقوا صفر. طيب خلصت بقى. يبقى دلوقتي انا الجالفانومتر لو قلت له قيس ما بين محصله الثلاثه هو لازم يقيس بين نقطتين نقطه منهم محصله ثلاثه دي مقدارها كام؟ سموها انديفر يعني مش فارقه صفر. وحطيت النقطه الثانيه على اي مكان اخر يبقى كل اللي جاي ده يوني بولر ليدز انه بيقيس بين صفر ونقطه عندها كهرباء. يبقى التسعه اللي جايين دول يوني يبقى فهمت يوني بولر في نقطه من النقطتين بتوع الالكترون بتوع الجالفانومتر عند محصله ال 3 اللي هي مقدارها كام؟ صفر. والنقطه الثانيه ايا كانت لو كانت على الليد تبقى يوني بولر ليد بليد على التشيست يبقى يوني بولر تشيست ليدز. وبقى في لغه الاي سي جي لازم تحفظها صم يوني بولر معناها في. طيب يقول لي بس كلمه يوني بولر ما فيهاش حرف بي خالص. يعني انا بجيب اسمي هاني وهحط انيشال كده على القميص بس بختار حرف جواها يعني المفضل الاولاني اتش. لما انا كلمه اليفور ما فيهاش بي من ذكاء التوبن هو عمل ازاي اليفور جاب ازاي النقطه الصفر دي وصل الار والال والاف بنقطه دول في انهي حرف؟ وعشان يذكر الناس ازاي بقت يونيبولر انه خلى وانو ده الكترون متصل بالار والال والال
فبقى حرف في في الاي سي جي معناها في في يعني نيكولا في معنى كلمة نيكولا ما فيهاش حرف الفي. احنا قلنا حاطين ست اسلاك على الشيست صح؟ فلو خدت الصفر مع اول نقطة تبقى في 1 2 في 3 لحد في 6. هات لي بقى صفحة ايه؟ اقلب صفحة ونرجع تاني بعد شوية صفحة الصفر. I promise مش في الاول كنت قاعد جبالك كل بقى مش هتطلع بس بقى هذا صفر مش هقول دي عندي طريقة بس اول نقول معلومات وانا هقول ازاي جمعها. دول الست مواضع اللي بنحط عليهم الست اسلاك اللي على الجسم. اول عاوز استشيرك شوية هنا الأجهزة غالية والأطباء غلابة وهو عاوز هو اللي يعمل الاي سي جي بنفسه لو الممرضة تكسر الجهاز بره بيه دكتور محترم يعمل الاي سي جي يقرا الاي سي جي لما الممرضة اللي تعملها أي إن الممرضة عارفة المواقع دي كويس أوي فعيب الممرضة بره تبقى عارفاهم وطبيب طبيب عربي محترم يبقى مش عارف دون الممرضة اللي بره كده انا تعرفت لك الموضوع يعني ايه ما تعرفش المواضع لا تافه وعندي طريقه سهله قوي ست مواضع تشيست توب المهندس بيفكر حط ثلاثه رايت وثلاثه ليفت طبعا لا لان الهارت منظمه ناحيه ايه فعشان كده موضع واحد للرايت وخمسه ليفت ليه خمسه ليفت ان الهارت معظمه ناحيه ليفت راجل بيفكر مهندس V1 و V2 جنب الاسترنم في الفورس انتركوستال سبيس يعني في انهي سبيس ما بين الاثنين نمره بعض واحده باراسترنال رايت اللي هي V1 بس الوحيده اللي رايت والثانيه باراسترنال ليفت ولو انا في البيت ابقى الون الوان بتساعد الحفظ V1 و V2 نفس اللون في البيت مش هنا بالاقلام الحلوه الملونه انزل سبيس فيفت سبيس ده V4 و5 و6 هم كلهم في الفيفت ليفت سبيس ايه الفرق بص لي في 4 في الميد كلافيكولار لاين في 5 في الانتيرو اكزيلري في 6 في الميد اكزيلري صح اهو 4 و 5 و 6 طب فاضل في 3 ما جبناش 3 يبقى لو انا هسيبها ما تلونهاش يبقى لو 1 2 مع بعض و 4 و 5 6 مع بعض دي على الريف على الضلع اللي بيفصل السبيس بين الفور سبيس ادي ادي مواضع تافهه جدا يبقى V1 و V2 اشتركا في ان هما الاثنين في انهي سبيس؟ في الفورس واحده رايت وواحده ليفت. في 4 و 5 و 6 في الفيفت سبيس، ميد كلافيكو على الدير اكزيلري، ميد اكزيلري، هنلعب افلام دلوقتي بعد شويه. يعني لما اشاور لك كده واحده ناحيه الرايت قول لي V1 على طول. لما اعمل لك كده اخر واحده يبقى دي V6. ميد كلافيكو يبقى دي V4، انتيرو اكزيلري V5، العبوا اطلعوا روح حافظينها. خلصنا 9 من 12 3 باي بولر بي بليدز و6 يوني بولر تشيست بليد ده ليد 1 ده ليد 2 ده ليد 3 التسعة هنجمع التلاتة في نقطة هعمل لك كده في التمثيلية كده هنجمع التلات نقط اهو دي بصفر واحط لك حسب احطها فين؟ في 1 ولا في 6 او زي ما تقول فاضل لنا تلاتة بس بعيدنا ليه؟ غير سؤالين في الانجليزي، ده واحد. قاعد الصفحة اللي قبلها. مش هسيبه عارفين المباراة لن تكون في المعرفة، في الصورة الثانية. يجي بقى اليونيبولر ليه بليز. الأول في نقطة لطيفة عاوزها توبن جلو بيقول لك لو ثلاث نقاط على ابعاد متساويه من مصدر كهربائي اللي هو الان وصلتهم النتيجه زيرو. انا لا اتصور اخويا هندسي ان القلب بتاعنا في كل الناس ساعات جاي كده شويه جاي كده شويه الابعاد متساويه بالملي عن الثلاث نقط دي. اقول ده صح هندسيا لكن في الانسان مش قوي ان الانسان قلبه مش بالظبط على ابعاد متساويه. ممكن يبقى قلبي ملوك كده شويه كده شويه مش كل الناس زي بعض. يبقى اذا النقطه دي ممكن يبقى عندها كهرباء ضعيفه.
عشان كده وهتبقوا فاهمين نقطة صفر دي في الجهاز اي سي جي بنوصلها بريزيستنس 5000 اوم عشان لو في كهرباء ضعيفة بسبب ان الهارت مش بيصطاد على بعد 3 ابعاد يقتلها فتبقى سيف. يبقى فهمت ليه حطينا فيها ريزيستنس؟ لان في الانسان بالذات قانون الهندسة مش قلب مش السنتر بالظبط ده يعني مش هي مثلثات تلعب ملوح كده ملوح كده يتلوح بمزاج فحطينا ريزيستنس بدل ملوح شويه. طيب بدا العالم من 20 سنه بص بقى معايا قال هحط يعني ده صفر اللي هو بثلاث نقط وده هحطه ساي على الليفت ارم فيبقى في لغه الاي سي جي ده اسمه في ال لغه بسيطه جدا ومعبره في يعني في نقطه محطوطه على الثلاثه اللي هي صفر والثانيه الاكسبلورنج محطوطه على ال ال اسف فكان زمان بيقيسوا في ال وفي ار وفي اف يبقى ده 3 في بولر نيمبليتس ثلاثه نيمبس زي الرسمه اللي قصادك دي اللي هي مرسومه اقول لك فين اهي حط صباعي عليها نص الصفحه شمال اسمها في ال يبقى في ال بتقيس الليفت ارم اجينست الثلاثه اللي هم الار والايه والال والاف هم صفر معايا ده اللي بولر ليمبليتس بعدين انتوا راجل مهندس حط قانون تاني هندسيا بس ده هعفي نفسي اني اقول الاسباب بتاعه ده ياخد ربع ساعه وبرضه هما مش هيسالوكم فيه بسبب ايه؟ معايا؟ لا انتوا حاجه لذيذه جدا لو انه بدل ما يقيس ال اللي هو الليفت ار في مواجهه نقطه يا محصله الثلاثه اللي فيهم الليفت ار لا هيقيس الليفت ار في محصله الاثنين اللي فاضلين بس يعني ال في محصله الار وال اف اللي هي الرسمه اللي جنبها يمين يلا مش كان يقول لك الفرق في الاخبار بين الصورتين ومجلات الاطفال ايه الفرق بين الصورتين بص ان ده ال مع الثلاثه اللي جنبها ال مع الاثنين اللي فاضيين طبعا دي مش هتبقى صفر واحنا مش عاوزينها تبقى صفر ده انه بيطلع نفس الرسمه مكبره مره ونص طب انت عاوز رسومات كبيره ولا صغيره؟ كبيره فقال خلاص ليه نقيس ال مع محصلين ثلاثه ال مع الاثنين اللي فاضيين الار مع الاثنين اللي فاضيين اف مع الاثنين اللي فاضيين وسماها اوجمنت في لغه الاي سي جي حرف الايه اوجمنت يعني مقوى اوجمنت اوجمنت دي بولر نيمبليتس وساب العالم اللي بولر نيمبليتس والنهارده بيقيسوا اوجمنتد من بولر نيمبليتس اي بي ال اي بي ار اي بي اف السؤال هنا هتساله مين فيهم البوس ومين نيجاتيف هنا القاعده سهله قوي الان ديفرنت الكترود تملي هو النيجاتيف لان هنا في واحد بس اكسبلورنج الواحد اكسبلورنج هو ده البوست يعني مش هتفكر في التسعه اللي بولر ليدز اللي صفر الانديفرنت ده نيجاتيف الاكسبلورنج الناحيه الثانيه هو ده اللي لازم يبقى بوست تمام طيب قال لي حفظنا بقى الاول انا حطيت لك الثلاث رسومات تحت اهو بتاعت الاي بي ار والاي بي ال والاي بي اف ال مع الار والاف الار مع الاف والال وبعدين اف مع ال ال والار تعال شوفها اهي يعني ايه دي؟ رايت كده يبقى اي بي ار اهي ده في محصله اتنين تانيين كده يبقى اي بي ال كده يبقى اي بي اف سهله جدا اي بي ار اي بي ال اي بي اف اقلب بقى نحفظهم مع بعض فهمت؟ تعال نجمع بقى معانا بس انا بتنفع صفحة الثمانية صفحة دي حصاد السنين ده الإجابة النموذجية للسؤال التعليمي بلغة الفيزياء طبعا عشان تاخد فول مار تكتب المقدمة اللي قلناها امتى تسميها باي بولا وامتى تسميها يوني بولا وانت تسميها تشيست وانت تسميها ليه؟ انما لو كتبت دي بس 90% من الاجابه اللي هي مفيش صفحه كامله ما
كملتش 200 صف. الليد ما هي الليد البوزيشن اوف ذا تورين تولز والريكورد اللي ناتج من هذا البوزيشن. اول ثلاثه باي بولر ليم ليدز الاثنين اكسبلورنج ادام بالبولر. بصوا لي ده ليد 1 ار مع ال بعد اخد انهي ايه ار مع اف يبقى ال مع اف يبقى ال 3. هنا في سؤال صعب لما يبقى اثنين اكسبلورنج اثنين اكسبلورنج تقول مين بوس ومين نيجاتيف. استفعل القاعده كهرباء رايحه تو ذا ليفت اند يبقى اللي مور تو ذا ليفت يبقى هو البوس اللي مور داون يبقى هو البوس. تفريد 1 ار مع ال يبقى مين بوس ال ليد 2 ار مع اف كهرباء ماشيه كده يبقى الاف ليد 3 ال مع اف يبقى ملعوبه. ثلاثة اللي بعديهم ثلاثة اوجمنتد يونيبولر ما حدش في الدنيا بيعمل يونيبولر دي دي خلاص نقول هتاخد نقطة مع محصلة كمفروض الثلاثة بس لقينا لما بناخد اثنين بتطلع مكبرة بره النص ونفس الكونفجريشن نفس الشكل هو هو مكبر خلينا في المكبر هناخد المهم فين الاكسبلورينج اللي لوحده ار مع الاثنين التانيين يبقى ايه في ار ال مع اتنين تانيين يبقى اي بي ال اف مع اتنين تانيين يبقى اي بي اف وفين الاكسبلورنج اهو ال والار والاف اللي انا على اساسيه بالتسميه هو ده البوست الثاني هو اللي نجح. يونيبولر تشيست ليدز سته هنا ده تيبيكال يونيبولر ثلاث نقط مع بعض صفر مع سلك من اسلاك السته اللي عندنا الوحيد اللي ناحيه الرايت في 1 فور سبيس رايت ابتدي في امبل استرنم في 2 الوحيد اللي مش هعرف امثلها هي في 3 اما اعمل 100 كلافيكولر يبقى في 4 كيلو اكزيلري في 5 100 اكزيلري في 6 والاكس ادام واحد بس اكسبلورنج يبقى هو الايه؟ باص مفيش هنا مشكله ده الاي سي جي نقول بقى نمثل ونلعب افلام بص الشكل اول فرق نظام اللعبه الافلام بعدين نجاوب ببطء المرحله الثالثه المسابقه مش في الاجابه لان كلكم عارفين الاجابه لان انا وعدتكم ان كل الناس هتطلع حافظاها المسابقه في صبع الاجابه لما اعمل كده يعني ار مع ال ديس ليد 1 كده يبقى ليد 2 كده يبقى ليد 3 لو خدت اثنين مع واحد يبقى ده اوجمنتد يونيبولر اوجمنتد يونيبولر ميت حسب الواحد ده اي في ار اي في ال اي في اف خدت ثلاثه بس لسوء الحظ بقى لازم بعد ما اعمل كده اخد اشاور فمش هقدر اعمل كده ان يعني مش هقدر اللي واقف عليها اجيبها فوق يعني هعمل كده يبقى ثلاثه يبقى ده من في 1 في 6 حسب بقى شاورت فين ناحيه الرايت في 1 ناحيه الليفت في 2 كده يبقى 100 كلافيكولار في 4 وبعدين في 5 في 6 الوحيده اللي مش هعرف امثلها في 3 الاول نقول بابا معاكم بقى كمان في 1 طيب هو بالك انت هو بس هو صح هو صح كم في ورا الساعه في 1 وعدتكم مش هنفهم هنفهم ونطلع عارفين القصه مش الموضوع ده احنا ماشي عارفين مش اربع ستودنت وما اي اي طلبه كده في 1 في 2 في 4 قلنا 3 مش عارف 5 المباراه ليست في الحل حل كل الطلبة بتوع عبد الله طبعا فاهمين ازاي بيقيسوا انما المباراة بسرعة اول ناخدها بالترتيب Four, five, six.
دي عادية خالص عند عبد الله لأن طلبت عارفة. لا المباراة معايا مش كده. خلاص الصورة. أنا بغربش بنات. عشان كده بحب الأولادين ثلاثة قاعدين جنبي. معايا؟ بحب كده فاهم ليه؟ عشان ساعات بيبقى جوايا هنا الشباب. ما بغربش بنات بيغلطوا بس غلطة. هتلعبوها بقى بدل ما تلعبوا كلام فارغ بكره بقى في الكليه تعالوا نلعب ليه والمباراه في الجرعه مش في الاجابه الاجابه لا طبعا على الفيديو لأول مرة البوست ناحية الرايت والكهرباء ماشية في ذا ليفت اند داون فده سؤال مشهور جدا في في الاي سي جي مين الرسمة الوحيدة اللي بتطلع مقلوبة في الاي بي ار اهو ده النورمال الرسمة الطبيعية بتطلع مقلوبة فهمت ليه؟ لأن أنت في الاي بي ار الاكسبلورينج هو انت حاط عليه البوست لازم لما يبقى واحد بس اكسبلورينج هو البوست طب الكهرباء ماشية بالعكس بعيد عنده يقول له افتح اللاوز وهنا البوست فيطلع الاي سي جي فقلوب فده هيسألك في الشفا مين الاي سي جي اللي طالع فيه انفيركن اي بي ار هاتي بقى صفحة خمسة او اربعة ليه او اربعة خمسة انا اوريك الاي بي ار اهو شايف الاي بي ار الرسمة ايه الاي بي ار في صفحة اربعة تحت اربعة تحت اربعة تحت بعد ايه بي ار شايف البوست الالكترون فوق اهو والكهرباء رايحه بعيد عنه فعشان كده طلعت ايه مقلوبه اكتب لي اي سؤال شافه مهم الاي سي جي بيبقى البيت في اي واحد في 2 انا بعتذر ما هيصلح معايا حاجه غلط في 2 فوق نيجاتيف وتحت بوست اعكسهم اهي ايدي عليها في 2 عادي بقى ار واف الار نيجاتيف والاف دوس اعكس دول عكس دول طيب ليه تو ليه تو الدوس والنيجاتيف معمولين بالغلط طيب هات لي ارجع لي صفحه كام يا شباب 8 في حاجه اسمها ابيال ريفرون سيستم ابيال ريكون سيستم كلام تافه بس بصوا يحتاج انا عندي معلومات في حياتي اللي بشرحها مجموعتين طول عمري قلت انا مش محتاج مش فاين معايا محتاج واحد مركز بس انا بقسم معلومات حسب درجه صعوبتها وبالامانه مش مبالغ عاوز اطالب في ثالثه ابتدائي او ساعات حاجه تبقى اصعب قليلا عاوز اطالب في خمسه ابتدائي فانا دلوقتي اريد الطالب اللي في خمسه يعني لو ما فهمتهاش يبقى المنتال ايج بتاعك عمرك العقلي تحت خمسه ابتدائي يبقى محسب لك معامل الذكاء هقول لكم السنه الجايه بتدي نفسها ثانيه اذا كانت عمري وقتيه تطلع النوع الثاني في العرب مش في الغابه في العرب
فلو ما فهمتش الاولى دي كهربائي ده عاوزه ايه؟ انت راجل في الجامعه عاوزه واحد خمسه ابتدائي يركز. تعال نبص مع بعض. دلوقتي ادي الدوبنس ترانجل اهو. دوبنس ترانجل. صح؟ دلوقتي ممكن تخيل دايرة كده. حوالين. منقلة يعني مش في منقلة بتبقى الاثنين كده مش نص بس. هنا الزيرو. يبقى هنا 90 وهنا 90. تمام؟ أنا المدورة دي هنا زيرو يبقى فوق هتلاقي مكتوب كام؟ 90 وفي الدايرة هتلاقي تحت 90 بس لأن إحنا بنحرص إن البوست الإلكتروني يبقى تحت هنسمي دي زائد 90 إحنا نسميها وهنسمي دي ناقص 90 لأن إحنا قلنا من الإلكترودز اللي تحت ليفت هنا بنحب نسميها باص ويبقى الناحية التانية هنا 180 ده الفكرة إيه اللي حصل؟ ده ليد 1 وده ليد 2 وده ليد 3 اللي هم اضلاع المثلث مرسوم على سطح عشان ما نخبطكش قلنا مركز الهارت هنا بالنص بالظبط ده مركز القلب لو تخيلنا قلنا ان احنا ثينكر وايماجن ان انا هحرك الليدز ناحيه السنتر اوف ذا هارت يعني ليد 1 ده اهو بدل ما هو الاسم شايف ليد 1 همشيه كده لحد ما يجي عند سنتر ضعف يبقى ده كده ليد 1 ده ليد 1 ضعف قول ان انا نزلته كده ناحيه سنتر ضعف اهي الرسمه اللي في النص تحت اهي يعني في رسمه في النص كده فانا ضلع المثلث اللي فوق جبته نزلته لحد السنتر اوف دي اه فين البوست الالكترود المهم في ليد 1 اللي هو ليفت هنا البوست الالكترود يعني فين البوست طيب ليد 2 هحركه يبقى حركه كده صح اهو وبالظبط كده اما اجي احطه كده والبوست الالكترود تحت معايا ده ليد 2 طب ليد 3 هحركه كده بس انا هعملهم رسمه كل رسمه لوحدها يبقى كده والبوزيتيف الكترود تحت يبقى في حالة ليد 1 البوست الالكترود جه عند انهي حتة؟ عند في الدرجات عند رقم 0 ده ليد 1 طب ليد 2 جه عند زائد لا مش 90 ده 90 هنا عند زائد 60 وليد 3 جه عند زائد 120 بس ايه قيمة الكلام ده؟ تعالى اقول لك قالك لو الكهرباء ماشية في اتجاه الزيرو لو الكهرباء ماشية في القلب في مرض ماشية الكهرباء مستعرضة يبقى أحسن ليد يتسجل فيه هو ليد 1 لكن لو الكهرباء مرض في القلب ماشيها ناحية 60 يبقى أحسن ليد يتسجل فيه هو ليد 2 طب لو الكهرباء ماشية بالظبط عن زائد 30 يعني في النص بالظبط يبقى تتسجل إيكوالي في 1 زي بس ادي قيمة القصة. تاني مثلث اهو في النص. مركز القلب فين؟ بالنص. ايه اللي عملته؟ هحرك الليدز ناحية مركز القلب. فليد 1 يجي كده. البوست الالكترون بتاعه راح فين؟ قلنا البوست الناحية دي يبقى راح للصفر. في الرسمة اللي تحتها. طب ليد 2 همشيها كده. البوست الالكترون تحت راح فين؟ عند زائد 60 والتاني عند زائد 100 20 ايه قيمتها؟ انك انت ممكن تتخيل لو المرض ماشي الكهرباء بالعرض يبقى مين الليد اللي ماشي بارلل ليه؟ ما احنا قلنا ما يبقى بارلل بيطلع التسجيل رائع. يبقى مرض ماشي الكهرباء بالعرض يتسجل احسن ممكن في انهي ليد؟ في ليد 1 60 يتسجل احسن ممكن في ليد 2 طب 30 ما بينهم يبقى ايكوالي في 1 زي 2 صعبه دي؟ طيب الهيدز بقى ان انا هركب عليهم الاي بي ار والاي بي ال والاي بي اف. احنا قلنا مين البوستيف؟ الاي بي ال البوستيف هنا. ده الاي بي ال. طب وفي الاي بي ار البوستيف هنا. اي بي ار. طب وفي الاي بي اف البوستيف تحت هنا بالفوت. اي بي اف. قول لي بقى ده كل واحد عند انهي زاويه؟ في الرسمه اللي هي على ايدك الشمال.
هيجز يعني دلوقتي بقوا مش بس الثلاثه حاطين عليهم ثلاثه دي الاي بي اف هو تحت عند زائد 90 الاي بي ال عند ناقص 30 لانها فوق قلنا اللي فوق ماينس والاي بي ار فوق يبقى ناقص 150 يبقى الكهرباء لو رايحه في اتجاه 90 احسن حاجه تتسجل فيها الاي بي ال رايحه ناحيه ناقص 150 احسن حاجه الاي بي ار رايحه كده ناقص 30 احسن حاجه الاي بي ال هي بس بتقول لك الكهرباء في اي اتجاه ايه احسن ليك تشوفها فيه طب الاول احنا ليه عملنا 12 بي يعني كان ممكن نسجل كهرباء الهارت مره واحده فبنصور القلب في اتجاهات متعدده زي انا عاوز اجيب الابنورماليتي في جسمك ما ينفعش اخدك صوره واحده طب ولو في حاجه حسنه في وشك في الناحيه اليمين تاخد صوره يمين حسنه في وشك شمال قرعة فوق راسك تاخد فوق حاجه هنا تحت دقنك تاخد صوره من تحت فاحنا ليه عملنا 12 بي بنصور الهارت من اتجاهات مختلفه قيمتها انك تعرف انهي ايد يجيب الابنورمالتي بانهي اتجاه ده قيمه الاكزيال سيستم ان يقول لك لو ماشيه بارلل احسن حاجه هتشوفها فيها ليد 1 لو ماشيه زائد 60 احسن حاجه ليد 2 لو ماشيه زائد 120 ليد 3 لو ماشيه ناقص 30 اي بي ال ناقص 150 اي بي ار 90 بالظبط متعامده الاي بي اف بس ادي قيمتها سمت انك انت بتحرك الحاجات لمركز القلب تعرف فين البوست هو المهم ففي الاي بي ار عشان كده الناحيه دي الاي بي ار بوست هنا عشان كده ناقص 150 ليه ناقص عشان اللي فوق ناقص واللي تحت زائد ليه بتقول عند ماينس فاهم ان احنا من الاول قلنا المنقله هنا زائد هنا صفر زائد 90 فوق اعتبرناها ناقص 90 اعتبارات كلها بس فهمت من الاجزل سيستم لما تيجي تتخصص في ناس النهارده مش اخصائيين قلب اخصائيين اي سي جي تقول بقى ده نسي الموضوع بس احنا اديناك البيزس عارف بقى قول لي الكهرباء ماشيه في القلب فين انا اقول لك احسن ليد نعمله لعند اي جي والمرض هوريزونتال يبقى ليه جوه ماشي كده ناحيه زاويه ناقص زائد سي ليد 2 خلاص 30 يبقى هتتشاف في الاثنين زي بعض زي في النص بالظبط فهمتوها؟ فكرة ده فهم. نيجي بقى الأسهل في الموضوع، خلاص ده الجزء الصعب نيجي للجزء الأسهل. نورمال إي سي جي، نظري مهم والكلام ده، هناخد الصفحة دي ونقفل. يعني مش هناخد كل نورمال صفحة. بس ده نظري مهم والسهل، الإي سي جي قلت لك ما بيجيش فيها غير إيه؟ سؤالين. وهنكمل هارت مش اسبيريشن يا شباب. لان الدكتور عفت قالت لي ان هم هيمتحنوكوا في اخر مارس في الجزء بتاع الريسبريشن والهارت فعشان كده انا هوقف الريسبريشن انا بقول الجزء الثاني في الريسبريشن هركز معاكم في الهارت عشان عاوز تجيبوا احسن نمره كل ما نخلص قبل الامتحان ببضع ايام دي فرصه انك تعمل ايه؟ تراجع نمره اثنين هعمل لك امتحان كامل في السيركوليشن الجزء اللي هيدخل غير الخمس اسئله الامتحان جزء اصيل من الحزن والامتحان الجاي بتاع الاي سي جي سم يعني قلت لك اسوء اسئله وورلد وايد من اسوء خمس اسئله جبتهم لك اسوء خمسه بس ولا حاجه ما بقولش اجابتها فعاوزك تذاكرها نار وسهله ما فيش حاجه صعبه خمسه ابتدائي لما نحرك دي كده يبقى ليه دوال هنا بالبص بتاعه هنا يبقى عند سته نحرك دي كده البص بتاعت يبقى عند زائد 60 يعني مش كم يعني كلام فارغ واحد مركز هيجيبها يبقى هات المنقله في البيت اشتريها استثمر في مصروفك زود تباع بالدين او حاجه زي كده وحطها وشوف لما تجيبهم هيروحوا فين ده قلنا احنا اساسا الكهرباء رايحه تلاقي ايه الدوت عشان بتحب البوست اللي تحت عشان كده اعتبار مجرد اعتبار عشان نعرف بس الدوت اعتبرنا لتحت لا 90 واللي فوق ناقص نورمال اي سي جي برضه ما عجبتنيش الطريقه اللي معروف بيها نورمال اي سي جي ليه؟ لان فيه فانا اخدت كل المعلومات موجوده بس عرفتها بطريقه اصعب ان اتفق في العالم ان احسن طريقه لعرض الاي سي جي ان اشرحها في ثلاث مجموعات كم مجموعه؟ ثلاث مجموعات
ويفز والمسافات ما بين الويفز هنسميها سيجمنت. وبعدين لو خدنا ويف مع سيجمنت هنسميها انتمنت. تعالى الالوان هبينها لك حلو اهو. بص هرسم الويفز من دول اسم. في ويف وبعدين كيو ار اس وبعدين في ويف. المسافة من الاحمر نسميها سيجمنت. ففي بي ار سيجمنت وكيو تي سيجمنت. لو خد ويف مع سيجمنت يعني من اول البي لاول الار يبقى هنا مش سيجمنت بس معاها ويف اهي ما يسموهاش سيجمنت يسموها بي ار ان. تاني يبقى الاي سي جي فيها ويف والمسافات يسموها سيجمنت. لو خدت اثنين يعني ويف مع سيجمنت هتدرسهم تسميها انتر. صعبه المعلومه؟ تاخد ويف يا تاخد مسافات سيجمنت. لو خدت ويف وسيجمنت لازم تسميها انتر. طيب نبتدي بالويف. وقلت الموضوع تفكير هو بسيط. ده من سلك الكهرباء دي بولاريزيشن اند ريبولاريزيشن. قلنا في الترم الاول ان الهارت بيتكون من مدمجين خلويين تو فانكشنال سينسيتيا. لان فكر الهارت ما بيشتغلش مع بعض. الاترا لوحدها والبدل لوحدها يبقى بيها تو سينسيتيا مش وان سينسيتيا. حتى انا وضحتها يعني في كتاب الكامبين سينسيتيا هو صح بس لازم حد كام تو. فانا اسجل كهربه الاترا وكهربه البدل التو سينسيتيا كل واحده عندها دي بولاريزيشن اند ريبوزيشن. انا متوقع اربعه ويفز دي وري للاترا ودي وري للبدل. طيب نفكر بذكاء دلوقتي الكهرباء بدات بالاس انود. اول حاجه الكهرباء الايتر ولا البنت؟ يبقى اول حاجه الايتر واول حاجه الدي ولا الري؟ خلاص يبقى اول ويف هي الايتر دي بوزيشن اللي هي البي ويف. يبقى البي ويف بتمثل ايتر دي بوزيشن. يمكن استنتاجها اول ويف بتمثل اول حدث الايتر الكهرباء الاول وهيحصل ايه الاول الدي بولاريزيشن. بعد ما حصل ايتر الدي بولاريزيشن كان لابد ان يحدث شيئان في ان واحد. ان الايتر نعمل له ري بولاريزيشن والفنتكل نعمل له دي بولاريزيشن. بس الجلفانوميتر عنده مؤشر واحد يسجل حدث واحد فيسجل الاقوى الفنتكل ويغض البصر عن الاضعف. فعشان كده سجل الكيو ار اس اللي هي بتمثل الفنتريكولار دي بولاريزيشن. وليه ما سجلش الانترا دي بولاريزيشن؟ لانها جت في وقتها ماسكت بالكيو ار اس. بسجل الكيو ار اس بتاع الفنتكل وما سجلش الانترا دي بولاريزيشن. الاوائل انا زودت حاجه على الكتاب. اوريدي الانترا دي بولاريزيشن فيري لو فولتج. يعني حتى لو ما كانش فيه الفنتريكولار دي بوزيشن ما تقدرش تسجلها ضعيفه جدا ما بتسجلش سببين. الاهم انها ماسك باي فلور اس والثانيه انها فيري لو فول. بعد كده نعمل فنتريكولار ريبولاريزيشن ويمثلها ال تي وي فنتريكولار ريبولاريزيشن. يبقى اول واحده كانت اتريال دي بولاريزيشن ثاني واحده فنتريكولار ديبولاريزيشن تالت واحده من بيكولار ديبولاريزيشن. السؤال اللي سالته انت بي كيو ار اس تي دي ستاندز فور ايه؟ اختصارات ايه؟ طبعا ممكن تبقى اختصارات لانها اختيار عشوائي لمجموعه حروف بدليل بي كيو ار مش هقول جت معاهم كده ار اس تي. ده حتى لو في ويف في بعض الناس ظهرت مش في معظم الناس موجوده هنسميها يو ويف. في بعض الناس صحتها حلو الزوائد الكابيلاري مصري جوه القلب عنده زي السجوعيه كده واحنا قلنا الموضوع ما سفتيش. احنا عندنا قلوبنا رهيفه شويه انما هو مجانس فالما سفتيش عنده جنب فتسجل يو ويف. يبقى اليو ويف اذا اتسجلت فهي بتمثل ربع صح
repolarization of popular mass. طالب اهبل يقول لك depolarization. يا بابا دي ايه؟ احنا خلصنا من دي من زمان. عملنا depolarization الانتر وdepolarization البنتكل وبدأنا الري. يبقى احنا في الري دلوقتي. ازاي ترجع لي تاني للتي؟ مش عاوز غباوة. يعني حتى ما تغلط اغلط بشياكة. يبقى 100% يو بي repolarization. بس بعد ايه ما عرفش. انا قلت لك popularly مصر. حتى بقول الطلبة اليو يو منع. يو يو ايه؟ البابيلاري ماسل بتاعتك سقوط آية جوه قلبك كده. الناس وبتيش بتاعها محترم. بتتسجل. ليه بنسجل على كاليبريتد بيبر؟ قلناها في أول حصة. عاوزين نعرف إيه؟ الديوريشن وعاوزين نعرف الفولتج الماجنتيود. نيجي الديوريشن. البي ويف للإيتال ديبولاريزيشن أكتر من 8% من السنة. 8% لواحد من 10 من السنة. الفنت كان معانه كبير لكن ماشيين على التركنجي بسرعة أقل من 8% من السنة. إنما التي ويف اللي هي بتمثل الفريكولار ريبولاريزيشن اللي حضروا معاه في الترم الأول ربنا مستعجل على الديبولاريزيشن إنه بيعمل الكونتراكشن فمشى الديبولاريزيشن على التركنجي السريعة بالفنت. لكن الريبوزيشن ما مشاهاش على البنتج مش بتعملين عادي عاوزين نريح مشاها على النور بمتيجة ومصد والبنتج الكبير فخدت وقت طويل 16% من الملي ساكن معان طريقة حلوة في الحفظ 8% بس دي اكتر 8% اقل 8% 16% اتنين مع بعض 8% 16 حلو 8% 16 نيجي بقى الامبليتيود قوة البي ربع ملي فولت يعني ذكرك تاني لو قلنا المربع الصغير بواحد من عشرة من ملي فولت 40 يبقى ده لا 40 ده في المتر انا بتكلم دلوقتي على الشد خلاص لما بقول 8% تبقى بمربعين صغيرين هو 8% عن 80 ملي سكند انما لو بقول الارتفاع المربع الصغير بواحد من عشرة طب دي 25% بدي عبارة عن مربعين ونص بعد مربعين وايه؟ ونص طب التي 50 نص ملي فولت يعني خمس مربعات صغيرة الار 1 ملي فولت يعني 10 صغيرين احنا قلنا الصغير بواحد من 10 يبقى 1 ملي فولت يبقى 10 عندي طريقة برضه حلوة بص ربع نص واحد يعني البي نص التي والتي نص الار عشان بلاقي زملائي يرسموا رسم اقرب للعبط يرسم الاتش جي كده سيب لي البي زي التي هو في كده في الدنيا في البي نص التي والتي نص واحده لان هي ما بتبقاش رسمه واحده بيبقوا رسومات ورا بعض طب ده سبب كده مين فيهم تي ومين بي خصوصا واحده مختفيه البي صغيره والتي كبيره البي نص التي والتي نص الار تعالوا نحفظ بقى اللي على التايم والفولتج الاترا اكتر من 8% الفنتكل اقل من 8% التي ويف 16% طب الامبليتيود سهله نص والتي ربع نص واحد من الفولتج طبعا الطالب اذكى الكلام ده لما اقيس من اللين بليز لكن لما اخد الكهرباء من التشيست ليدز اللي هي فوق القلب على طول تبقى الكهرباء اقوى ولا اضعف؟ اقوى فمثلا دي بدل ما تبقى واحد تبقى كاتب في الكتاب ثلاثة حقيقة الامر هي ثلاثة اربعة في المذكرة كده بقى مش الكتاب بالظبط ثلاثة ملي فولت انما هي هنا في الدياجرامز ثلاثة اربعة وهي صح لان طبعا تشيست ليدز دول الثلاث نقط اساسية في نقطتين فرعيتين واحدة منها قلناها مين الليد الوحيد اللي الاي سي جي معكوس ان البوست الالكترود بالرايت الكهرباء راح اللي هي انفيرتد كلهم انفيرتد يعني مقلوبة فاضل واحد الشيب بتاع البي واي دي زيادة مش مكتوبة في الكتاب بس بحبكم تعرفوها عشان احنا بندرس اي سي جي عشان امراض وان انتم ممكن تستنتجوها بص لشكل القلب كده هنا الاس اي نود مين بيتكهرب الاول الرايت ايتيا ولا الليفت ايتيا رايت ثم
الليفت مش الاس الود هنا يبقى الكهرباء الاول الرايت ثم الليفت. عشان كده امراض البي بتمثل الاتريا الاثنين، النص الاولاني يمثل الرايت والنص الثاني يمثل ال امراض الرايت اتريا بتبان في الاول، انما معلكوش بس انا كاتبها لواجهها الاجتماعي. امراض الليفت اتريا بتبان في مش كده الاي سي جي مجرد تفكير كهرباء ماشيه كده رايت اتريا ثم ليفت اتريا، الاثنين بيعملوا بي، النص الاولاني تبع الرايت والنص الثاني تبع الليفت. طيب نيجي الفنتريكل، الفنتريكل كيو ار اس، خد بالك معايا اتفق في العالم وده سؤال سم جايبهولي ان الار ويف هي البوست فيرست بوزيتيف ويف، مفيش ار نيجاتيف، يعني في الكيو ار اس يسموها لطالب عنده واجهه اجتماعيه كومبلكس لانها مش ويف واحد. طبعا لو قلت ويف هنفوتها، يعني تقول بي ويف تي ويف يو ويف يعني يبقى صح الاوائل، تقول كيو ار اس ايه؟ كومبلكس من ثلاثه. ما هو اتفق في العالم ان المان هي الار لازم هي الفيرست بوزيتيف ويف في الكيو ار اس، بمعنى حتى لو هي مقلوبه كده، خد بالك ده سؤال سم في الاي بي ار تبقى مقلوبه كده، فين الار؟ دي اول واحده بوست، هو اتفق احنا فاهمين انها دي بتاعت السبتم، الكيو دي اول واحده، فاكر البيتو بتاع السبتم؟ اه بس هنعتبرها الايه؟ الار، لان اتفق في العالم ما هو الار؟ هو ذا فيرست بوزيتيف ويف، لو جه قبلها حاجه نيجاتيف تبقى كيو، بعدها حاجه نيجاتيف تبقى اس. يعني تصور دي نسميها في الحاله دي دي ار ودي نسميها اس ودي مالناش دعوه بيها نتجاهلها. مال هي الار؟ سؤال سم اهو، هو فيرست بوزيتيف ويف، حتى لو الكيو ار اس مقلوب اه الكيو ار اس انفيرتد، لكن فين الار فيهم؟ فيرست بوزيتيف ويف. سؤال سم هتشوفوه. طيب تعالى بقى حته مهمه قوي في الام اس كيو، احنا قلنا الفنتكل عنده ثلاثه بك دلوقتي، ده دي 1 ناحيه الرايت الوحيده وده دي 6 كله مقلوب ناحيه الليش، بعدين قلنا الكهرباء الاول بتنزل من ايه؟ بيز للايبكس، تطلع من الايبكس تو ذا بيز، المفروض اساسا دي بتمثل ار ودي بتمثل ال اس، يبقى الار رايحه احسن فين؟ ناحيه البي 6 ولا الدي 1؟ بي 6. فلو اتفرجت على شكل الكيو ار اس هتلاقي الار كبيرة قوي والاس صغار، الاس بتبعد، بالعكس البي 1 الاس رايحالها والار بتبعد، يبقى الاس كبيرة قوي البي 1 والار صغير. كل حاجة عندي ليها طريقة بس الأول افهم، الار رايحة ناحية السما لازم تيجي قدام شوية بقى عشان وراك بعد إذنك، ده منظر القلب زي البوت كده، هنا في في 1 وهنا في في 6. انسى الكيو ويف لان في معظم الليدز كيو ما بتتسببش، يعني السبتل ده انه مدفون جوه الماس تيشو قليله، معظم الليدز ما فيهاش كيو، فاحنا بنركز في الار والايه؟ والاس. الاول بننزل كده في البندلز ده الار وبعدين نطلع ده الاس، يبقى دي ار ودي اس، يبقى الار رايحه لمين اكتر؟ لبي 6، فتبان كبيره قوي بي 6 والاس تبان صغيره. العكس الاس رايحه لمين اكتر؟ بي 1، يبقى بي 1 الاس كبير، اسف الاس كبيره والار صغيره. نرجع للرسمه دي تاني، وطبعا المستمع يتخيل كل ما رحت البي 1 لبي 6 الار تكبر والاس، طبعا انتوا بدات تدبروني الحاجه دي مش اس، اس بس تيجي بعد، كل ما نروح الار تكبر والاس تصغر، ار تكبر والاس تصغر، فبيقول لك الار اكبر ما يمكن في في 5 في 6، خلاص انا عرفت اخلص خد بالك في في 5 وفي 6 الار كبير قوي، الاس كبير قوي في 1 وفي 2، النص بقى اللي هو
في 3-4 بالانس دي كتاب وردي تزرع فقلتين قد بعض برطل يقول لي هنحفظها ازاي ده سؤال مهم جدا عنده طريق سريع طريقة حلوة قوي عمرك ما هتنساها ده ريسته للمايك يبقى كل ما رحنا الار ماشية كده كل ما رحنا البي 6 الار تكبر انما الاس ماشية كده طالعة للبيز وظهار كبيرة البي 1 وتزرع فأنا بقول لك طريقة بسيطة تنسى تشتري في مثل جميل بيقول لك كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر ده الار كل شيء يبدأ صغير ثم يكبر إلا الحزن السادس الاس يبدأ كبيرا ثم يصغر فما تنساش أبدا في الاسلوب كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر ده الار إلا الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر الفكرة بسيطة جدا ان الكهرباء الاول الار الكهرباء ماشية كده وعند ترجع للبيت يبقى الار كبير قوي في اس في بي 6 والاس كبير قوي في بي 1 لما تمشي من بي 1 لبي 6 تلاقي الار بتكبر والاس كل شيء يبدا صغيرا ثم يكبر الا الحلم السادس الاس يبدا كبيرا ثم يصغر عشان ما تنساش ابدا في الام اس كيو يبقى سهلة كده ومفيش كيو قلنا في معظم الحاجات طيب خلص النوتس دي بقى يا الأراضة خالص أول حاجة مكتوبة غلط في حاجة بسميها الحاضر الغائب في كهرباء حاضرة في قلوبنا غائبة في التسجيل ليه الإيه؟ شلون؟ ليه الإنترال ريبولايزيشن ما ظهرش؟ ماسكت باي ذا كيو ار اس وهو راديو فيري لو فولتج مكتوبه غلط في الرسم بس في المذكره صح انتر ري مش دي تحت الجدول انتر ري بولاريزيشن طب افتكر بص لي اتفضل في الكهرباء بص الاي ولا بي واللي شاطر يفهمه كهرباء الاس اي نود والاي بي نود ما بانتش ليه؟ عشان الناس يفتشوا ايه؟ سؤال دي تاني نوت تالت نوت لطيفة جدا ايه عموما على الوقت تبقى عشان هو مهم صعوبة مش في الإجابة صعوبة في السؤال عارف سعيد صالح أنا حط إيدي على السؤال مش مهم الإجابة أحط إيدي على إيه؟ فين السؤال؟ فإحنا الأول أنا مش هشرح الإجابة الإجابة كلكم هتحفظوها جملة كافية إنما من الأول نفهم مش الإجابة نفهم سؤال في النيرف اند ماسل الديبولايزيشن بيبقى اسندنج لين صح والريبولايزيشن اسندنج لين فبنفس المنطق الار ويف بتمثل ديبولايزيشن لفوق كان المفروض التي ويف اللي بتمثل ريبولايزيشن تبقى ايه؟ لتحت فالسؤال ليه التي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف ار مع ان الشحنات مختلفه دي بولاريزيشن ودي ري بولاريزيشن من غير ما نواصل الدي طالع يبقى الري نازل بنفس المنطق هنا الار دي فوق يبقى لازم الدي تبقى بتاع ده السؤال الاجابه سهله قوي ليه الدي ان ذا سيم دايركشن اوف ار الناس اللي حضروا معايا الترم الاولاني هقولها بنفس البطء عشان عارف في ناس ما خدوش بالهم منها قلت ربنا مستعجل على مين على الدي ولا على الري دي بوزيش هي اللي بتاخده الان فمشاها على البركنجي فايبر اللي هي اتجاهها ده سؤال مهم جدا من جوه من الاندوكارديوم لبره اللي هو الابيكارديوم من الاندو الابي ده اتجاه الدي بولاريزيشن وربنا مش مستعجل على الري بولاريزيشن فمشاها على النورمال من سيجما مش على البركنجي فاعتمدت على الميتابوليزم بتاع الانتيجو مصر جوه الفنتكل فيه بلاد والبلاد بيعمل ضغط على الاندوكارديوم بيبوظ الميتابوليزم اسوأ حاجة في الدنيا على الانسجة الضغط بنات لما تلبس حلق بكليبس كده لو كان قوي بعد شوية من نقص البلاد سبلاي تحس بألم جامد عاوز تقلعه الراجل المشلول لما يقعد نايم على ظهر فتره طويله ما يتقلبش صور يحصل له هنا من كتر نقص الضغط يحصل له قرح فراش
فاللي جوه بتنهيلك مين الميتابوليزم بتاعها بسبب ان عليها البريشر بتاع الدم. اللي هنا زي الفل بعيده. فالريبوزيشن مش بالعكس، الحته الاحسن عملت ريبوزيشن فمشي من الابي لل ان، مشي بالعكس من الابي لل ان. يبقى النهارده الدي والري اختلف في شيئين، في التشارجز وفي الدايركشن. والمثل بيقول انتوا عارفينه، نفي النفي بس، هو ده الاجابه. فالاجابه جمله سهله كل الطلبه بيطلعوا حاضرينها في صف، زي حكايه كل شيء يبدا صغير ثم يكبر. لما بيقول لك ليه تي ان ذا سيم دايركشن اوف ار، بيقول له لان ذا لاست بارت تو بي دي بولارايز، اخر حته بالدي بولارايز هي الفيرست بارت تو بي ري بولارايز. خلص الاجابه. هو فاهم ايه بقى؟ انت مش هتقول له ان ده معناه ان هما ديفرنت دايركشن، وهو فاهم مش هتقول له ان هما ديفرنت تشارجز. ادام اختلفوا في حاجتين، في التشارجز والدايركشن، نفي النفي اثبات. ودليل سهل، انا قلت الدي بولاريزيشن، هنا نفرض البوزيتيف الكترون وهنا النيجاتيف. قلت لما الدي تروح للبوزيتيف بتطلع بوزيتيف، طب ولما الري بتروح للنيجاتيف تطلع برضه بوزيتيف، لان الري عكس ايه؟ الدي. دي لما تروح للبوست تطلع بوست، لكن الري بوزيشن امتى يطلع الرسم لفوق؟ عكس الدي، مش لو راحت للبوست لو راحت لين. طب ما ده اللي حاصل هنا، ان الدي رايحه للبوست طلعت بوست، انما هنا الري رايحه للنيجاتيف يبقى تطلع بوست. ده عكس الثانيه اسهل، الاولانيه اللي قلتها ده في النفس اثبات. The last part to be depolarized is the first part to be ريبولايز، وده معناه انهم مختلفين في ايه؟ اسمع منكم دايركشن، وهم اوريدي مختلفين في ايه؟ تشارج. لو اختلفوا في حاجه واحده بس كانت واحده فوق والثانيه تحت، الاثنين نفي نفي اثبات، يبقى سهله جدا. فعيد تاني نورمال ونمشي بخمس دقايق. يلا عشان نطلع على طول، سهله. بص التجميعات تملي من دماغك بس تهدى النورمال اي سي جي يا شباب، بنشرحه في نقاط ثلاث: ويفز، مسافات، سيجمنتس. ناخد ويف مع سيجمنت بعيد. انا شرحت النهارده الويفز بس، القصه الجايه هشرح سيجمنتس والانترفالز والانكورس، وده اسهل من القصه دي، واتمنى يبقى على الاقل عشان نفهم. لطالب ذكي يا شباب، الكهرباء بادئه من الاس اي دوت. فأول حدث لابد أن يحدث إن إيه هيحصل له دي؟ بارديش للبي وي. ونيجي للعرض. إذا ما قلتهاش للصبح هيغلط فيه. نسأل الطالب شافه البي وي بتمثل إيه؟ اسمع السؤال ده. بي وي بتمثل إيه؟ الطالب يقول إيه ترانزستور؟ يا أخي إيه هيخدم؟ السيستول والدياستول دي حاجة ميكانيكال. إحنا بنسجل كهرباء. عبط بس يا دي يا ايه، ما تجيبش سيره لا سيستول ولا ستول، احنا بنسجل كهرباء، كهرباء مش حاجه ميكانيكيه. يبقى الغلط في حدود كلمتين، يا دي لا ايه. فما يسالك البي واي، لو واحد شافه هبهدل، دخل لهم اترال سيستول تبقى مصيبه، اترال ديبولاريزيشن. ابو كيو ار اس فنتريكولار ديبولاريزيشن. طب التو ويف اللي بعد كده، التي ويف فنتريكولار ريبولاريزيشن. طب خلاص دخلنا في ريبولاريزيشن، يبقى لو ظهرت اليو ويف تبقى بابيلاري مازل ايه ريبولاريزيشن. نيجي البولت، سيبك من اليو دي، معظم الناس مفيش يو. البولت سهل، الفنتكل الكبير بياخد وقت قليل، اقل من 8%، انما الاترا اكتر من 8%. طب اجمعهم يبقى التي ويف 16. ليه خدت وقت طويل؟ انا مش ماشي على البرجنج، ماشي على الانتيكا والنص العادي، فكبير خد وقت طويل. والاثبات ده الامبليتيود ربع نص واحد، البي ربع، التي نص، بي ار اس واحد. طبعا لو سجلتها من التشيست بيتس هتبقى اقوى، الواحد يجي بدل هيك. تمام؟ ده اهم ثلاث نقط. ناخد نقطتين تانيين، انهي اي سي جي رسمه مقلوبه؟ بس فاهم هنا البوستيف، الكهرباء ماشيه كده، ففي الاي بي تبقى بوستيف.
طب بعد كده حاجة لطيفة البي ويف دي بتمثل التو اتريا. الرايت اتريا من انهي نص؟ الاولاني الاول بيتكهرب الرايت اتريا ثم الليفت اتريا. نيجي بقى شكل الكيو ار اس من في 1 لفي 6. احنا قلنا الكهرباء رايحة للابكس اللي هي الار وبعدين طالع البيز اللي هي الاس، فاللي رايح للابكس راح لفي 6 يبقى الار كبيرة جدا في في 6. انما البيز اللي هو الاس كبيرة جدا في في 1. وبعدين الكبير يصغر والصغير يكبر. طب قلنا بطريقة حلوة كل شيء يبدا صغيرا ثم يكبر، ده الار. انت ايه؟ سادس اس يبدا كبيرا ثم يصغر. ففي 1 وفي 2 هتلاقي الار كبير قوي، هتلاقي الاس كبير قوي، الحزن والار صغار. في 5 وفي 6 العكس، في الاثنين اللي في النص بالنص هتلاقيهم بالانس. بص لي سؤال شافه جميل، ايه الفرق بين الليمب ليدز والتشيست ليدز؟ واحده بتصور الهارت في الفرونتال بلين. لو انا فردت ايديا ورجليا كده انهي مستوى بيضم الاربع نقط؟ الفرونتال. يبقى الليمب ليدز انهي بلين؟ لو انا نطعت نفسي في البورد ده الفرونتال. انما التشيست ليدز بص لي من في 1 لفي 6 ايه المستوى اللي بيدفعه بالسته؟ هوريزونتال بلين. حاجات كلها عاوز تفكير. من في 1 لفي 6 انهي بلين اللي واخدهم كلهم؟ ده الفرق. الليمب ليدز بتصور القلب في الفرونتال، الجست دي بتصورها فين؟ هوريزونتال بلين. بعد ما تقول الجدول ده تقول ثلاثه نودز جوه الجدول ده. اول اثنين الحاضر الغائب، في كهرباء حاضره في قلبك غائبه في التزميل. راح فين الايبلان؟ ري بولاريزيشن. باسكت باي ذا كيو ار اس وهو اوريدي لوج. طيب بص ولا يوم مش هقدر افهمه، فين كهرباء الاس نود الايبي نود؟ صغيرين. ما شفتيش صغير؟ اشهر سؤال بيتسال في الشفوي، افهم السؤال الاول، حط ايدك على السؤال. ليه تي مع انها ريبولاريزيشن في نفس اتجاه الار مع انها ديبولاريزيشن؟ الشحنات مختلفه. في النيرف لو مصر طلع لانهم ما اختلفوش في الشحنات بس. في الدايركشن ونفي النفي. بس انت مش هتقول الكلام ده. الجمله كل الناس هتفصلها له. ذا لاست بارت تو بي ديبولاريزد ذا فيرست بارت تو بي ريبولاريزد. وعلى فكره العكس صحيح. يعني لو قلتها بالعكس زي الفل. ذا فيرست بارت تو بي ديبولاريزد ذا لاست بارت تو بي ريبولاريزد. يعني المهم الاولانيه تبقى الاخرانيه او الاخرانيه تبقى سهله. وكل شيء يبدا صغيرا ثم يكبر جميل. في الار الا الحزن الاس يبدا كبيرا ثم يكبر. مين الليد اللي فيه الناس معكوسه؟ ثانك يو فور جود ليسننج. مش عاوز الزحمه دي تاني كده ما ينفعش. ده ممكن ليا وممكن ليكم. مع العدد الاقل كانت الناس اكثر تركيزا.